خلينا نبلش مع بعض نعلن كلمة الرب في هذه القاعة الآن. كل واحد يرفع كتابه المقدس، قول معي: هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش الآن، أرضي جاهزة أن تزرع فيها كلمة الإيمان فتعطي الثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم يسوع، سوف أتغير. هللويا يا رب، أني أعظمك الآن أيها السيد، لأنك الآن تفتح قلوبنا لكي نستقبل كلام الحياة. أني أعظمك الآن يا رب، لأن كلمة الحياة تأتي على حياتنا الآن وبتجيب حياة، وبتجيب يا رب فرح، وبتجيب سلام، وبتجيب حرية، وبتجيب خلاص للمحتاجين لخلاص اليوم، وبتجيب شفاء للمحتاجين لشفاء، إن كان بالجسد أو إن كان بالنفس. لأن أني أعظمك، لأنه مكتوب أرسل كلامه فشفاهم. أني أعظمك الآن من أجل إعلاناتك أيها رب الآن، اللي تبنى علي حياتنا الآن أيها سيد. إعلانات غير عادية تأتي على حياتنا الآن بسبب كلامك لنا. تعال الآن يا رب أنت تزيد، كل واحد فينا ينقص. تعال أنت يا رب تمجد، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك أيها رب. ليس اسمنا وليس ملكوتنا وليس مشيئتنا، لكن ماذا أنت تريد فليكن هكذا باسم المسيح يسوع. أني أصلي أن تغطي هذا المكان بدمك الآن وتحاوطه بملائكتك، ولا تدع أحد يخرج اليوم كما دخل باسم المسيح، لكن يخرج مشفي، محرر ومخلص. آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا، مجدا ليسوع، تفضلوا. مجدا 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 للرب. ما زلنا نتحدث عن التلاميذ، وإن شاء الله اليوم انهي موضوع التلاميذ. إن شاء الله اليوم انهي، عندي رجاء إنه اليوم انهي موضوع التلاميذ. ما عندي إيمان إنه إن شاء الله، يعني رجاء ما هيك، لكن أكيد يعني إيمان ما هيك. بقى أنا عندي رجاء إنه اليوم انهي هذا الموضوع، لكن يعتمد على قديش أنتوا بك تسحبوا اليوم. هاللويا. وبمعنى آخر يا أحبة، الموضوع بتفرق لمين أنت عم تحكي بالحقيقة، والموضوع بتفرق المسحة. كل ما أنت سحبت منها كل ما هي بتزيد على فكرة، لأنه نفس الأمر كل ما كان في أوعية فارغة كل ما الزيت عم بينزل. ما هذا عم سمع علي؟ لا لا، غريب انه الظاهر انه مش رح ينزل زيت فيه اليوم. لا اسمعني شو بقول لك، لان كل ما في اوعيه فارغه كل ما الزيت بينزل. سمعتني شو عم بقول لك؟ لا ما سمعت. قلت كل ما كان في اوعيه فارغه كل ما الزيت بينزل. جاك سمعت؟ جاك هذا سمع هون ورا؟ هذا سمع؟ لا ما سمعته. رح اقول عندكم بلكي بتسمعوني. عم بقول لانه لو سمعتوني كنت بتقولوا غير هيك. عم بقول كل ما يكون في اوعيه فارغه كل ما الزيت بينزل من السماء. ما عجبتني هالامين. لا ما عجبتني، بشكركم، شجعوني يعني، قولوا لي شيء، قولوا امين هيك منيحه يعني، قول امين او شيء. الموضوع الان يا احبائي، الموضوع ليس قديش في زيت بالسماء، الموضوع قديش في اوعيه فارغه على الارض. والرب تكلم الي مره انه عندما الامراه الشونميه لما طلبت ان ياتي الزيت من السماء، او طلبت من اليشا ان يساعدها، قال لها جمعي كل شيء في اوعيه. ما هيك؟ قال لها روحي جيبي اوعيه فارغه، وهذا الزيت اللي عندك واسكبي بالاوعيه الفارغه، لانه هذا الزيت رح يضل ينزل طالما في اوعيه فارغه. وبالاخر اخر الموضوع، الكتاب يقول انه طلبت من ابنها يعطيها وعاء، فقال لها ما بقى فيه، التوقف ان ينزل الزيت. بهذا الوقت الزيت ما نقص بالسماء، لكن الاوعيه على الارض ما بقى فيه. وطالما في وعاء فارغ، طالما الزيت السماوي ينسكب. اسمعني شو بقول لك، لين طالما انت تنقص طالما هو يزيد. لكن هو ما راح يكب عليك هيك لا يطلع برا. يا انا عم بحكي شيء كثير قوي، يا انا عم بحكي شيء مش مفهوم. واحد من اثنين، لا عم تطلعوا فيه بطريقه انه يا انت نعبول الان. طالما انت تريد ان الله يسكب عليك، بمعنى اخر طالما الزيت راح يضل ينسكب على حياتك.
ليه؟ هذا يعني بأنك أنت الآن تفرغ نفسك من كل امتلاءات هذه الحياة، وطالما أنت وعاء فارغ أمام الله، طالما زيت الله السماوي ينسكب عليك. لكن طالما أنت معبى راسك ومعبى حياتك بأمور كثيرة، انسى موضوع أنه الله يكب عليك زيت. إذن الموضوع ليس إذا الله الآن يريد أن يكب عليك زيت إيه ولا لا، الموضوع هل يوجد أوعية فارغة اليوم. ومشان هيك الآن بتفوت على كنائس وبتفوت على محلات الآن تسمع عظات وبتسمع كلمات الرب، بتفرق بين شخص وشخص، بتلاقي أشخاص طلعت متباركة، أشخاص طلعت أخذ قرارات بحياتها، لكن أشخاص طلعت إنه إيه ما بعرف، ما بيعرف أصلاً شو كان عم ينحكى بالمكان، ناسي إذا شو صار، تسأله من بعد ما تطلع بخمس دقايق عن شو كان عم بيحكي الأسيس، عن شو كان عم بصير إشي، وهو ما عنده ولا نتفيد فكرة عن ماذا كان يحدث. لا ليش؟ شو اللي صار؟ هل كان حضور الرب قال يي أنا اليوم ما تمتعت بالاجتماع؟ أنا هذا بخليني أسأل، هل أنت أتيت إلى هذه الكنيسة اليوم بحالة أنك تريد أن تستقبل من الله؟ هذا يعتمد عليك، لأنه كل واحد الكتاب يقول كل من أتى إليه لا يخرجه خارجا، وكل واحد بيجي لعنده ما بيطلعه أيضا فارغا معي؟ صبح في حل من اثنين، يا أما أنك أنت اجيت لكن ملين لدرجة أنك مش عم تقدر تستقبل، يا أما أنت أصلا اجيت بالجسد لكن لم تستطع أن تستقبل لأنك ما كنت هون. شو هالوعظة يا أسيس؟ هذا شيء عظيم، هاليلويا، ربي باركك. أنا يعني أنا شجعتوني أو ما شجعتوني، هاليلويا، أنا مشجع لأني فرح دائما، أشجع نفسي بالرب. أوه هللويا مجدا. صباح الموضوع يعتمد عليك أنت. وناس بيقول يي أنا رح، أنا كانوا يعقدوني في أشخاص روح يسمع عظة مع شخص قول واو حضور الله كان بالمكان، سمعنا واو شو حلو. لا تروح تسمع نفس العظة ونفس الكلمات من شخص آخر لكن هو ما بيستقبل قد ما بيستقبل مع شخص آخر. ناو وين المشكلة؟ هل بكلمة الرب؟ لا، هو كان مسكر، هو ما بده يستقبل لعدة اعتبارات. ما بدي فوت بأي اعتبار اليوم، لكن لعدة اعتبارات بتخلي الواحد ما عم يستقبل الزيت من السماء. والنهار اللي انت بتسكر الرب ما بيكب نقطة زيت على الأرض، النهار اللي انت بتذكر السماء بتذكر، نهار اللي انت بتفتح الزيت بينزل. إذن كل واحد ينكز لهذا ويقول له الموضوع يعتمد عليك انت اليوم. انت كيف انت حالتك اليوم تفرق اليوم، تفرق قديش انت بدك تاخذ اليوم، تفرق بانك كيف اجيت على الاجتماع اليوم، تفرق كيف راح تطلع من الاجتماع اليوم معي، كيف اجيت على هذه الكنيسه اليوم واردت ان تكون في محضر الرب اليوم، تفرق كيف انت راح تطلع من هذا المكان. والأمر إذن كل واحد طالع حد يقول له الأمر لي، كانت درجة على فكرة، وقال له لا الأمر لي، أنا اليوم ما بتفرق معي إلي. هاليلويا. ونتحدث عن التلاميذ اللي هن أتباع، والقسم المشترك طبعا بين كل هذه التلاميذ بأنها أتباع للرب بكل ما للكلمة من معنى. والأسبوع الماضي تحدثت عن، أو خلينا نقول الجمعة الماضية تحدثت عن كيف كل واحد من هدول التلاميذ انتقل عند الرب، وكيف عانى من الاضطهاد وعانى من التعذيب وعانى من أمور كثيرة من أجل الرب واستشهد. والكتاب يقول يا أحبائي بأنه كلياتهم تقريبا شربوا هذا الكأس اللي وضعوه كتلاميذ للرب وكأتباع للرب. أو خلينا نقول مش كتاب، التاريخ يتحدث لنا عن كل هذول الأشخاص، ولكن دليل رائع يا أحبائي بقيمة التبعية اللي كانت عندهم إياها للرب يسوع، قديش هن كانوا أتباع. ومثل ما كنت عم بحكي بالأسابيع الماضية بتشوف قديش كل واحد من هذول التلاميذ عنده شخصية تختلف كليا عن كل التلاميذ الباقية. وتحدث طبعا عن آخر شخصيتين اللي هن يهوذا الخائن وبطرس، للآن أريد أن أتحدث عنه اللي هو أكثر شخصية بارزة بين هدول التلاميذ الـ 12.
وفي منهم كانوا حزبيين، في منهم كانوا متدينين، في منهم كانوا ناموسيين، في منهم كانوا جبات ضرائب بزنسمانية، في منهم كانوا أشخاص عاديين، في منهم كانوا زعران، وفي منهم كان واحد منهم كان خائن، وواحد منهم كان يملك هذه الطبيعة اللي اسمه بطرس. كان يملك طبيعة رائعة، لكن بنفس الوقت هذه الطبيعة فيها دفويات كثيرة، أو خلينا نقول فيها نقاط ضعف كثيرة، لأنها عادة ما يتحدث كثيرا. الكتاب يقول الأشخاص اللي بيحكوا كثير بيغلطوا كثير. بيحكي بسفر الأمثال لما بتضلك تحكي، قال في أي رائعة بتعجبني بسفر الأمثال، قال الجاهل إن صمت يحسب حكيما. يعني هلا مثلا فوت واحد ما دخله بالموضوع، يقعد بين جماعة كلهم عم يحكي، لكن هو هيك كلهم يصير يطلع اوف لك عن جد شو هذا، هو بيكون اصلا مش فاهم ايش يجي. قال الجاهل ان صمت يحسب حكيما. ومشان هيك الان بالاكسار الكلام الكتاب يقول زلت لسان، باكسار الكلام زلت لسان. مشان هيك الكتاب يقول ايضا باللسان حياه وموت. قال والمولعين باستخدامه يعانون العواقب، ينالون العواقب. قديش انت بتحكي، قديش انت بعض احيان بتغلط. وواحدة ايضا من الايات رح فرجيكم اياها الان بسفر الامثال، سفر الامثال الاصحاح 29 لكن شو ما نعمل هاي شخصية بده يحكي ما بيقدر ما يحكي، جزء من طبعه انه يحكي، لازم يحكي ليفرج انه موجود. والإصحاح 29 من سفر الأمثال الآية 20 بتقول أرأيت إنسانا متهورا في كلامه، إن للجاهل رجاء في الإصلاح أكثر منه. انتبهت؟ قال أرأيت إنسانا متهورا في كلامه، إن للجاهل رجاء بالإصلاح في الإصلاح أكثر من هذا الشخص. ليه؟ لأنه يتحدث. ومين هذا الشخص اللي عم نحكي عنه اليوم اللي دائما يتكلم من الرسل؟ كان الرسول بطرس. بالحقيقة إذا بدك تعرف اليوم أنه أكثر إنسان مذكور في العهد الجديد والأناجيل الأربعة بالتحديد، أكثر إنسان مكتوب اسمه في هذه الأناجيل الأربعة دغري من بعد يسوع بطرس بيجي أكثر واحد، حوالي يمكن ما بعرف شي 60-70-80 مرة بتقرأ عن بطرس بالأناجيل الأربعة عن بطرس. وعادة دائما قبل كلمة بطرس دائما بتقرأ كلمة هيك قال بطرس ثم قال ثم أتى لكي يقول، وجاء بطرس وقال، دائما بطرس يقول أمور ما. ورائع بالموضوع أنه بعض أحيان كانت يقول شيء حلو وبعض أحيان ما كان كتير حلو الأشياء اللي كان عم بيقولها بطرس. ورائع بالموضوع أنه بعض أحيان كانت تزبط معه لكن بعض الأحيان ما كانت تزبط معه، لكن كان من الأشخاص اللي بعض الأحيان كلنا منحب نكون مثل بطرس لكن ما منتجرأ نكون مثل بطرس. هيك نوع من الشخصيات عادة يا أحبائي اللي بيكون عنده جرأة غير عادية لكن بنفس الوقت عنده براءة غير عادية. يعني في ناس تسيء فهم هيك أشخاص لما بتسمعوا عم يحكي بتقول مش معقول شو عنده وقاحة وشو عنده جرأة، لكن بالحقيقة إذا بتكتشف طبيعة وقلب هيك أشخاص بتلاقي في بقلبه بياض غير عادي، ما عنده شيء مخبى. أي شخص بيقدر يعرف عنه أي شيء، شخص صافي للآخر، لكن في إكثار الكلام الكتاب يقول زلات لسان تهور دون أنك تدرك، دون أنك تدرك. وأيضا جزء من طبيعة بطرس يا أحبائي بأنه بعض الأحيان كان يستخدم هذه الطبيعة مع يسوع،
يعني المشكلة بالموضوع أنه كان كلياتهم يعني من النوع من الناس اللي كان يسوع يوعظ وكلياتهم يكونوا عم بيقولوا أمين، لكن هن مش فهمانين شيء. بتعرفوا مين كانوا يحرضوا ليفهموا شو يسوع بيحكي؟ بطرس. أنا بقول أنه كان لما يروحوا على البيت بالليل تلميذ كل نهار يسوع بيوعظ، يبعث تلميذين أو ثلاثة ليحضروا له الضيعة أو يحضروا له المكان اللي يسوع رايح عليه، يحضروا له يا جمع الناس يسوع يروح يوعظ يبشر يعلم يشفي المرضى يطعميهم بعض الأحيان، ويرجعوا بالمساء ومن بعد ما أنه يعمل يكون عنده نهار طويل يرجعوا بالمساء على البيت. والكتاب المقدس بيقول انه كل الاحاديث اللي كانت تصير بين التلميذ وبين يسوع كانت بالليل بالبيت بالمساء. وعاده ما كان دائما يبلش الحديث ب اتى بطرس له اشرح لنا شو كنت عم تحكي اليوم. عاده وواحد من المرات الكتاب يقول بانه لاحظ، يعني شوف هذه الشخصيه تقرا بمتى 15 على ما اعتقد، متى 15 الآية 10. يعني يسوع بيحكي كلام كبير كل الناس هللويا أمين، بس بطرس مش عم بيقدر. يا أخي شو عم تقول؟ ما عم نفهم. لاحظ الآن بمتى الإصحاح 15 تقرأ الآية 10: ثم دعا الجمع إليه وقال لهم اسمعوا وافهموا. كلهم أمين. ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. هللويا. أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء؟ فتقدم إليه تلاميذه وقال له أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لابد أن تقلع. لاحظ معي الآن لما التلاميذ اجوا لعند يسوع قال جمعوا حولون هيك قال لا 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 نحن يسوع عم بخبص، لا لا حدا لازم يحكي معي يسوع عم بخبص. قال جمعوا حال منهم يسوع بتعال لك شوي هذا حكيك عم بنرفز الفريسيين خي مش طايقينك صاروا. فقال لهم يسوع كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لابد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، انه خلص تركوه شو بدكم فيهم. يسوع بيحكي يعني فهم عميان يقودون عميانا واذا كان الاعمى يقود اعمى يسقطان معا في حفره. ما كل التلاميذ انبسطوا. اوكي طيب يا اخي شو ما نقول له خلص طيب اوكي يسوع ربي باركك يسوع ما هيك شو ما اخي ما بيسمع لنا يعني انا بشارت انه كلياتهم فلوا لكن مش مقتنعين من حكي يسوع. لكن بطرس مش قادر يخلي شيء بقلبه. قال له بطرس، لا قال بطرس فسر لنا ذلك المسألة يا خي عن شو عم تحكي. مش قادر يحط شيء بقلبه بطرس بدي يفهم. لاحظ الآن يسوع فأجاب وهل أنتم أيضا بلا مخ بلا فهم؟ بس نفس الشيء يعني يعني عم تخيل يسوع يعني وصلت كذا مرة فأعوله مرارته يعني للرب يسوع ما بقى في مجال يا أخي إلى متى أحتملكم أنتوا كمان بلا فهم. لاحظ ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم عم بتعملون إياها بالمعلقة. الطعام الذي يدخل الفم لاحظ لا الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء، أما من يخرج من الفم فأنه من القلب يصدر وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة، القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، التجديف، هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان. وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. مع أنه نحن كاتبين بالنيوزلتر عن النظافة يعني جبت اي ضد هذا ما قال. اما بمعنى اخر عم يحكي الان عن نظم الاغتسال، هذا لا ينجس الانسان. الذي ينجس الانسان بالحقيقه هو الذي يخرج منه ليس الذي يدخل اليه.
صحيح؟ بمعنى آخر مش مشكلة قديش أنت بطير طيور من حول راسك وأفكار بتجي من حدك وقديش أنت بتحاول تفوت على السيستم تبعك، لكن بتطلعها دغري، مش بتطلعها من فمك إلى الخارج. هذه الأمور تنجس حياتك أكثر من أي شيء آخر. ولاحظوا معي الآن بطرس مجدداً عبي شارع يسوع. نقوى مرة من المرات كمان بطرس بده يدافع عن يسوع، قال اجوا لعنده جماعة ضريبة الهيكل، اجوا قالوا له يا بطرس يسوع بيدفع ضريبة؟ ما بتعرف شو قال بطرس؟ قال اكيد بلا، مع انه بطرس ما كان عارف اذا يسوع بيدفع اي ولا لا، لكن عنده حماس ليسوع بشكل انه غيران عليه، بس مش فاهم شيء. مش بلا كيف لكان؟ قال وبعدين راح سأله، كتاب بيقول وراح لعند يسوع قال انت بتدفع ضريبة؟ طب اخي انت مش عارف كيف تقول بلا؟ بده يحكي بطرس. قال فسأله يسوع أمن الحق أنه يدفع الأجانب ولا المواطنين للضريبة؟ فقال له الأجانب فقط. قال له مع أنه هيك روح تصيد سمكة بيطلع لك فيها دينار، روح ادفع عني وعنك ضريبة. ليس هذا رائع أنه يسوع عنده مال وبيعرف وين بيخبي مصرياته يسوع؟ وبيعرف ساعة اللي بده إياهن، بيعرف كيف بيجيبهم. طلب الحد قال له انت ايضا الرب اياك تعلم هيك، كون لك هذا الايمان بانه عندك مال كثير وساعه اللي بدك اياهم بتعرف كيف تجيبهم. هاليلويا. لا لا عم بحكي معك انا ثاني. هاليلويا. في هالميله ما سمعوا، هالميله ما بعرف ليش ما عم يسمعوا اليوم. تعرفي يسوع عندهم، انت ايضا الله بده يعطيك ايمان انه تعرف كيف ساعة اللي انت محتاج لشي تعرف كيف تجيبه. نقلته امين لانه ما بدكم تسألوني كيف. لانه ما في ولا بطرس هون. هذا سمع علي الان. لا انا رح لك كيف الان. بإيمانك الان يا احبائي، اذا انت تؤمن بان اله السماء هو ربك، اذا انت تؤمن الان بان خالق السماوات والارض هو الهك والهي اليوم وهو يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر الان، اذا وتضع حياتك بين يديه تعرف بالضبط ساعة اللي عندك اي احتياج. الكتاب يقول بان الاشبال احتاجت وجاعت اما طالبو الرب لا يعوزهم شيء من الخير. هللويا. تعرف بالضبط كيف تجيب شو بدك، بأنك تفوت إلى مخدع. رح علمك طريقة، عندي طريقة لك. تفوت إلى المخدع وتقول يا رب حق الآن كأبن أنا في احتياج الآن، ولن أخرج من هذا المكان دون أن أعرف بأنك أنت تسد كل احتياجاتي. نو فجأة صوت الرب بيقول لك أوكي روح زراع، تقول من تهرك يا إبليس. ما بقول لك مش إبليس، إذا أردت أن تحصد عليك أن تزرع. لأن ملكوت الله يعمل بنظام الزرع والحصاد مش بنظام فأسة زر. الله إله المواسم. قول معي الله إله المواسم. بعد مجددا إذا بتريد. بلشت وعظ على المواسم قبل ما فتنا بالمواسم. الله رد أسابيع القادمة. الله إله المواسم. والله نظم الحياة بمواسم. ومشان هيك الآن الله يريد أن خليك تعرف أنه في مواسم للزرع وفي مواسم للحصاد، لكن موسم الزرع شاق، موسم الحصاد فيه فرح، لكن إن لم يكن هناك في عمل وتعب في موسم الزرع، موسم الحصاد سوف يأتي دون أي فرح. هاللويا. مرة أخرى يتحدث لنا الكتاب المقدس عن أحدى أجمل مواقف الرسول بطرس. تقرأ في متى 18 من بعد ما قال له اغرب عني يا شيطان. لاحظوا معك صرنا حكينا عن هذا الموضوع كذا مرة ورح ارجع عيده الان بمتى 16. تقرأ بان بطرس عرف مين يسوع، وانهينا نهار الجمعة بانه الرب اعطى اعلان لبطرس. شيء المئزي يا احبائي، شيء المئزي. ومجددا عم كرر، يعني ما كانوا هون نهار الجمعة ياخذوا الكاسات ويسمعوا، عم كرر مجددا. الشيء المأذي انك تكون كتير كتير قريب من الرب لكن ما تعرفه.
أو تتعود عليه. تعرف شو يعني؟ في ناس تعودت على الكنيسة، تعودت على أن تكون مع، تعودت تصلي، تعودت ترنم، تعودت ترفع إيديها، تعودت تحكي ألسنة حتى، تعودت، صارت عادة. نعم نشكر الله، هذه عادة جيدة، لكن اسمعني جيدا، ما تخليها تصير عادة ميتة، بأنك تعمل كل شيء بطقس اسمه طقس خمسيني، ها، وفجأة تنسى أنه بالحقيقة هي علاقة وهو شخص، وتدرك من هو هذا الشخص، بأنك أنت مش متعود عليه لدرجة أنك أنت بعد مش عارف من هو. قالوا له مين الناس؟ عم بيقول قال شو حلو، عم بيقولوا عنك إرميا، عم بيقولوا عنك يوحنا المعمدان، عم بيقولوا عنك إيليا. طب أنتم مين بتقولوا؟ ما بنعرف. صاروا يحكوا مع بعض، صاروا يحرضوا بطرس. بطرس قام زبطت معه هالمرة. بطرس قالوا أنت هو المسيح ابن الله الحي، نعما لك يا سمعان بن يون، لحم ودم لم يعلنا لك هذا، بل أبي في السماء، بل أبي الذي في السماء، ولك أقول أنت صخ، أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. مجددا خليني أشرح لك شو عم بيقول يسوع. كلمة بطرس في اليوناني هي بيتروس، كلمة صخرة هي بيترا، بمعنى آخر باليوناني كلمتين هدول مش نفس الكلمة. أنت بيتروس وعلى هذه البيترا أبني كنيستي، بمعنى آخر أنت بيتروس، بيتروس هي كيو يعني بحصة، بحصة صغير، أنت حجرة، لكن على هذه الصخرة أبني كنيسة. أي صخرة؟ هذا الإعلان السماوي، الكنيسة تبنى على إعلان سماوي، على رؤية سماوية. مشان هيك الآن كل كنيسة في العالم بنيت على رؤية من السماء، الله أعطاها وتكلم فيها لشخص، تبنى على هذا الإعلان. مشان هيك تهدم أيضا بأنه حدا يحاول أن يسرق هذه الإعلانات أو يزيح عن هذه الإعلانات، أسرع طريقة لهدم أي كنيسة. معي؟ الآن مجددا بطرس عرم، ولك أعطي مفاتيح السماوات. في ناس بيقول شو عطاه؟ بورتوكلي يسوع فيها مفاتيح، قال له هيدا باب السماء، وكل النكت اللي بنعملها بطرس واقف على الباب صح ومعه مفاتيح. حرام بطرس واقف، عملوه بواب يعني، بالنتيجة كلياتهم قاعدين عم يتمتعوا وهو واقف بواب. أليس هذا غريب انه انا وياك نفكر انه بطرس بواب صار، مع انه واحد من اعظم الرسل؟ انه اذا بطرس بواب انا شو بدي حطني الرب؟ ما تبخزني يعني، انه انا خليني اشوف شو بدي اعمل، كارثه اذا بطرس بواب، كارثه. قال لك اعطي مفاتيح السماوات. في ناس افتكرت بانه احتكار على بطرس، هو بيفتح السماء وهو بيسكر السماء. اسمعني شو بدي لك الان يا احبائي اطلاقا، تعرف شو هو مفاتيح السماوات؟ هذا الاعلان انت ابن الله، اسم يسوع يفتح السماء واسم يسوع يغلق السماء. هاللويا هاللويا. استقرأ ب 18، استقرأ ب بالاصحاح 18 من انجيل متى. اسمعني كيف استقرأ بنفس هذا الاصحاح، بالاصحاح 18 بيقول وكل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. لم يتحدث فقط إلى بطرس، بطرس حكي معه بالإصحاح 16، لكن بالإصحاح 18 تحدث لكل التلاميذ. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. أنا بدي أعلمك اليوم شو جاي بالأصل هذه الآية، حتى لي في كثير أشخاص عندهم حتى لخط بتفسير هذه الآية. تعرف شو بتجي بالأصل هيك؟ بالأصل هيك رح لك إياها بالعبارة كيف إذا بقت تترجم بترجمة دقيقة. هيك جاي، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء أصلا. ما هذا فهم علي؟ ما هذا؟ وكل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء أصلا. بمعنى آخر الآن أنت ما تقوم به على الأرض هو إعلان ما قد كان في السماء أصلا. لا لا لا، ما هذا، ما في كم واحد اعلنت؟ لا لا، بس بعرف اعيد.
لأنه في أمور بالسماء أصلا هي هنا، بس أنت كل اللي عم تعمله هو عم تصدق على هذا الموجود أصلا في السماء. هللويا. ومشان هيك الموضوع الآن مش بإيدك، الموضوع الآن في يدك بأنك تتفق مع شو أصلا موجود في السماء. ومشان هيك الآن كل من آمن في قلبه واعترف بلسانه نال الخلاص. ليه؟ لأنه هذا أصلا هيك. إيه يا ريت حدا عم يا ريت في حدا عم سمع يا أحبائي، حدا عم سمع يعمل لي هيك بيده. شكرا كلكم سمعتوا، مين فهم بس؟ لأنه إذا كانت أعلنت لألك اليوم هذه في المساء، حياتك سوف كلها تتغير اليوم، لأنه فجأة رح تبلش تعلن أمور أصلا في السماء. رح تفتح كتابك المقدس تقول هي هيك بالسماء. مش إن هيك؟ لاحظ لما يسوع علمنا أنه نصلي قال لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هللويا. ليش زقف البيخة لأعلان هام؟ أوف. يعني هذا اعلان اوف. الان كما في السماء الله يريد، بمعنى اخر انا طلعنا من بطرس بس هذا الله يريد. الان الله يريد ان مشيئته على الارض تكون كامله كما ان مشيئته بالسماء تكون كامله. مشان هيك الان هو ينظر اليك بانك انت تعلن هذه المشيئه وتؤمن بها. وكل مرة تعلن مشيئة الله وأؤمن بها أنت تجعل ملكوت الله يتقن يخترق الظلمة. إن هيك المسيح قال صلوا، مش لأنه الله مش قادر يعمل شيء. حدا عم سمع علي الآن يا أحبائي؟ مش هيك قال صلوا دون. هلأ صرت تعرف إيه قديش مهم أنك تعلن وتصلي، قديش مهم قديش مهم صرت تعرف الآن قديش كل ما أنت تتكلمه بالحقيقة يا أحبائي أنت تحاول أن يا أما تتفق مع شيء موجود بالسماء يا أما أنت عم تتفق مع شيء عم بقوله إبليس. واحدة من اثنين. وكما تفكر هكذا أنت أيضا. ونهار تبلش تغير أفكارك. كيف تغير أفكاري؟ بنجدد ذهني. يا أحبائي قديش صرنا حكين وحكين 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 ومعظمكم صرتوا تعرفوا عن غايب بس قليل اللي بيعملوها. كما تفكر انك تبلش تغير افكارك. كيف تغير افكارك؟ جدد ذهني. كيف جدد ذهني؟ بهكذا قال الله. ليش؟ لانه هذا اصلا موجود لألي وينبغي ان نجيبه على الارض. ما هو الشفاء اصلا؟ هو هيك التحرير اصلا؟ هو هيك الخلاص اصلا؟ هو هيك الازدهار اصلا؟ هو هيك تسديد الاحتياجات مهما كانت اصلا؟ هو هيك. هو 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 يفرح قال بان يسمع ويقول قال يفرح يبتهج الله في ازدهار اولاده. اصلا هيك، اصلا هيك. عشان هيك لان انا وانت اذ نقف على هكذا قال الله كل ما نربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماء أصلاً، وكل ما نحله على الأرض يكون محلولاً في السماء أصلاً. عمك بطرس سمع هذه الكلمات. حدا معه بورتوكلي؟ تونسي دينونا شيء بورتوكلي كتير كبيرة هي. وصل لعند تلميذ معه فتيح. سمعتوا سؤال لأسيس يسوع؟ بدكم رضاي انت ولا؟ أنا يا فوتكم يا بظهركم. ما بلش ركض لعنده اندراوس خي هذا. لا 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 ما خي ولا. خبرناكم هذه النكتة الشخص اللي مات وطلع على السما. فايت هيك مبسوط واو السما شايف بطرس على الباب.
ومعه ال... وين رايح؟ قال له فايت على السما. قال له لحظة، في قانون هون. شو القانون؟ قال له بسألك سؤال، يعني إذا بتعرف جاوب عليه بتفوت على السما، إذا ما بتعرف جاوب عليه بتضلك برا. قال له طيب شو السؤال؟ قال له هجيلي كلمة love. قال له L-O-V-E. برافو، تفضل على السما. شو حلو، شو حلو، هاليلويا. مجدا لي يسوع، لك شو حلو. بقى بقى تخيل الآن هو قاعد هيك، صار مبسوط، صار صاحب ولا بطرس هذا الشاب، صار قاعد كل وقت حد بطرس، كل واحد بيجي على السما بيقول له هجيلي كلمة love L-O-V-E تفضل على السما. كل واحد فات هجيلي كلمة love L-O-V-E تفضل. بالآخر بطرس قال له ليك أنت صرت قاعد، صار لك زمان قاعد هون، صرت تعرف بالضبط شو لازم يصير، بقى فيك تقعد شوي محلي، خليني أنا فيك أبرم شوي بالسما لأنه عبالي أعمل لي برمي. وقت كرم عينك بطرس، وقعد هذا الشاب هيك، وفجأة طالع مرته. حياتي مثل وطعانك شو اشتقت لك ياي، وينك يا عمي يا عيني، كيف الله استفقدك، هللويا، أصف عمرك، هللويا. وفجأة لا حبيبتي سوري، بس انت ما فيك تفوتي هلا، يعني في قانون هون. ايه حبيبي شو فيني فوت؟ ايه بس لحظة بسألك سؤال قبل، إذا بتعرف تجاوبي بتفوتي، إذا ما بتعرف تجاوبي ما فيك تفوتي. إيه شو هو السؤال؟ هجيلي كلمة تشيكوسلوفاكيا. يعني شو بحبها وشو مشتاق لها، مش معقول. بقى بطرس مكيف ومع التلميذ، أنا صرت خلص شو بكم، ما عم تسمعوا شو عم بصير؟ وفجأة حالة من الذهل كلياتهم، وفجأة يسوع الكتاب يقول بلش يشاركهم عن أنه بده يموت، وبده يطلع، بده ينجلد، بده ينضرب، بده يتعذب بأورشليم، وأنا ذاهب إلى أورشليم. وفجأة بطرس قال انتهر، وقال له تعال لك هون، أورشليم ما فيها. يه شو الحديث هذا يسوع؟ ها شو الحديث؟ انت تموت، انت ملك، كيف بدك تموت؟ شو الحديث؟ وفجأة يسوع الكتاب يقول نظر يا بطرس وقال له ابتعد عني يا شيطان. فجأة وعدت بورتوكليم من ايده لبطرس. بطرس حكوجي، أليس هذا رائع أنه ساعة الرب بيحكي معك، بعد شوي الشيطان بيحكي معك؟ أليس هذا غريب؟ أنه بيحكي معك الله، بيعطيك إعلان سماوي ما في خمس دقايق. هذا مش معناته أنك أنت بعد مش تحت تأثير أرواح سريرة. ما يا أحبائي، وهذا كان هذا شيء خطر. ولاحظ الآن، لاحظ شو الكلام اللي قاله الرب لبطرس. قال له بطرس ابتعد عني يا شيطان لأنك تفكر كما يفكر كل الناس. إنه شو كيف بدك يعني يفكر يعني؟ لا لا، أنت مش مطلوب منك إنك تفكر مثل ما كل الناس بتفكر. كل الناس بتفكر مثل ما أنت بتفكر، لكن أنت الآن مؤمن. شو اللي تغير فيك الآن؟ أنت اليوم بتفكر بغير طريقة، وكل ما تتكلمه رح تدهش كل الناس حول منك. تعرف ليش؟ لأنك أنت بتفكر مش مثل هني بفكروا. لا شو القوة انك انت بتحكي مثل ما كل الناس؟ لما بتغيم تقول ايه شو هيدا، ولما بتشتي ايه شو رح يصير، ولما بيكون ما في مصاري ايه بتركض لما بعرف مين هو. شو بتفرق انت الان عن كل شخص؟ تفكر كما يفكر الله. الكتاب يقول يا احبائي اما نحن لنا فكر المسيح. طيب حدا قال له لنا فكر المسيح بعد مره اذا بتريد. ايه فكر المسيح؟ هكذا قال الله. هللويا، هذا هو فكر المسيح. وانا وانت علينا ان نفهم هذا الموضوع.
وأن نعيش بمثل هذا الموضوع. نالآن خلينا نطلب بسرعة على 18 لأن عم بيقطع الوقت بسرعة. 18 وفجأة بطرس رجع مشي حاله زبط وضعه بتقرأ عنه شوي ب 17 عمل له كم شغلة هفوي لكن مش هذا المهم الآن. 18 بتعجبني كتير. 18 جاي بطرس وعم قاعدين عم بتخيل قاعدين الرسل مع بعض قال لهم أنا ملين بالمحبة أنتوا كل عيدكم زعران كيف ما أنا بتشارتوا شوفوا أنا رح روح لعند يسوع وفرجيكم أنا قديش ملين بالمحبة وراح لعند يسوع يسوع بطرس إجا وفجأة إيه بطرس إيه بديك قل لي شو بك حبيبي شو بك شو مشكلتك يسوع قديش لازم يخطي خيي لألي أنا وسامحه 7 مرات سبع إنه هو كتار 7 مرات وصار يطلع بالتلميذ سيسني أنا مرتين أنا 3 أنا 4 أنا 5 أنا 7 مرات فجأة يسوع فجأة بطرس ليس إلى 7 مرات بل 70 مرة 7 مرات لا بطرس كان هيك ما بتزبط معه يا أخي قال لك جبناها 7 مرات يا زلمة أنا بسامح 7 مرات بالنهار عم بيحكي بالنهار إذا بتقرينا مع لوقا بيقول 7 مرات باليوم بالنهار أنت فيك تسامح واحد يغلط معك 7 مرات بالنهار وتسامحه أوف دخل مرة مرتين تخنت زيحنا شو بك أنه سمحناك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة 7 مرات لا 490 مرة بالنهار يعني إذا بتقسمون على الدقيقة 2 يعني تخيل واحد عم غلط معك 490 مرة بالنهار إذا بالنهار في 24 ساعة قسموها حالي قسم لي 24 ساعة على 490 شوف قديش بيطلعوا وشوف بعدين قسمها على كم دقيقة في بالساعة بتلاقي إنه بالحقيقة يعني كل 4 أو 5 دقائق هذا عم غلط معك وانا عم غلط معك كل 5 دباني لحقتك كشتا تجيون كشتا و 490 مرة بنهار وكان هذا المثل الرائع وكان عم بيدهش طبعا كل الرسل مرة أخرى يا أحبائي تقرأ عن بطرس اللي مندهش لأن تقرأ بمرقس 11 يعني مش موضوعنا أنه نحكي الآن عن الغفران لأنه حكينا عنه بالزمانات يوم الأيام نرجع نحكي عنه لكن تقرأ بمرقس 11 الآية 12 قال وفي الغد بعدما غادروا بيت عنيا جاع يسوع قولوا هاليلويا بس لعمل لي كرعان انه عطشت مجدا جاع يسوع وازرع من بعيد شجر التين مورقة توجه اليها لعله يجد فيها بعض الثمر فلما وصل اليها لم يجد فيها الا الورق لانه ليس اوان التين لاحظ يا أحبائنا شجر التين تتحدث عن الخداع عن الخداع شخص يبدو لك من الخارج ملان لكن الله لا يبحث على منظرك قديش أنت عندك واو معرفة الله إذ ينظر إلى حياتك يريد أن يأكل ثمر ما سمعت شو قلت ربما عند الورق هو رمز للمعرفة الورق هو رمز لقديش أنت هو كبير وضخم لكن فارغ من دون
ثمر. هذا بين هلالين. الكتاب يقول بأنه لما لم يجد فيها ثمر أراب لعنة، فتكلم وقال لا يأكل أحد ثمرا منك بعد إلى الأبد، وسمع تلاميذه ذلك. لي 20، وبينما كانوا عابرين في صباح الغد باكرا رأوا شجرة التين وقد يبست من أصلها، فتذكر بطرس وقال له يا معلم انظر إن التين التي لعنتها قد يبست. وعلامة هيك تعجب، يعني هذا بقوله بقول لك إنه بطرس كان عم بيراقب كل شيء يسوع عم بيعمله، بس مش كل مرة كان عم بيصدق كل شيء يسوع عم بيقوله. قال لأنه يه، قال قاطعين هن هيك، قام يسوع لعن التين. قال لك يسوع لعن التين يا عمي، هل يسوع نفسي رجيبهم. في خيال انه ما حدا اخذ وعطى، يعني لو اخذ وعطى كان له انه هلا انت لعنت. وفجاه قالتين نهار قاطعين كمان بنفس المنطقه، كي شافوها يبست. قال بطرس كل التلاميذ شافوها يبست لكن في حدا بيحكي اسمه بطرس. بطرس يا رب يه، هاي التين اللي لعنتها يبست، زبطت معك. وبعض الأشخاص هيك كبطرس يا أحبائي، مش مفروض أن تندهش لما بصير في معجزة، المفروض أن تندهش لما ما بصير في معجزة. هيك المفروض تندهش نهار انه يه الله ما استجاب، غريب ليه ما استجاب، انك تكمل تصلي، وخاصه اذا بتعرف حالك عم تصلي بمشيئه الله، كمل تصلي لكي ترى استجابه الله، وعندما تحدث تقول مجدا ليسوع. كل الناس تندهش لكن انت لا، لانك تعرف، لانني اعلم 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 بمن انا قد امنت. وعندها قال الكلمات الشهيرة الرب يسوع المسيح، إن كل من قال بهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما قاله يتم له، كل ما يقوله يتم له. لذلك أقول لكم كل ما ترغبون فيه وتصلون لأجله. يسوع وعظ الوعظة الشهيرة، ورح أترك لنهار الجمعة أن الله راد البقية لما أحكي عن آخر أيام يسوع، لما يسوع اجى يغسل اجرين بطرس ونكران بطرس ليسوع، ومقابله يسوع لبطرس بعد القيامه، وعظه بطرس الاولى الله راد في الاسبوع القادم. لكن الان بدي احكي بعد عن شيء واحد عمله بطرس. تتذكروا لما يسوع وعظ بيوحنا 6 الوعظه الشهيره، حدا فايق عن خبز الحياه؟ نعم، كم واحد فايق؟ كم واحد قاري يوحنا 6؟ هذه كانت أعظم وعظة ليسوع، أنه بالحقيقة بدل ما الناس تطلب الرب، الناس تركت الرب. نعم، في بعض الأحيان الله بيطلب منك أنك توعظ وعظة لتغربل مش لتزيد. في بعض الأحيان، وبعض الأحيان لما بتغربل بتلاقي حالك مبسوط أكتر، هاليلويا، من أنك تزيد. ما سمعتوا شو عم أقول؟ نعم، يسوع وعظ وعظة ألفات الناس تركت، كانت تتبعه بطلت تتبعه. أليس هذا غريب؟ أنه تقول من بعد ما تخلص كل وعظة، نحن عادة بكنيسنا نقول مين اليوم بده يتبع الرب يسوع، مين بده يطلب الرب يسوع. تخيل أنه اليوم أنا خلص الوعظة، مين ما بقاش بده يسوع؟ هللويا، ارفع إيدك لصلي لك وقل لك باي باي. فيك تخيل هيك شيء يصير؟ عادة ما بصير. وفجأة الكتاب المقدس يقول بعد هالوعظة قال كثير من الناس اللي كانت تتبعه تركته وما عادت تتبعه. وفجأة يسوع حتى نظر لتلاميذه الاثناش وقال لهم وأنتم أيضا تريدون أن تذهبوا؟ يلا أنتم كمان بدكم هيك؟ عندها نظر بطرس إلى يسوع وقال له إلى أين نذهب يا رب؟
وعندك كلام الحياة الأبدية. لوين ما نروح؟ لوين ما نروح؟ ولاحظ كان عم بيحكي عن هذا الطعام المن السماوي. قال أبائكم أكلوا المن في البرية لكنهم جاعوا، لكن ها إن الآن الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت ولا يجوع إلى الأبد. هذا هو، أنا هو خبز الحياة، من أكل جسدي وشرب دمي له الحياة الأبدية. يا لهذه الكلمات الرائعة، أنا أصبح جزء منك وأنت تصبح جزء مني، أنا فيك وأنت فيا. وفجأة بطرس قال له لوين ما نروح وعندك هذا الطعام، لوين ما نروح؟ يا أحبائي، شو اكتشفت اليوم من هذا الشخص، من بطرس؟ اكتشفت عدة أمور بالحقيقة، بأنه بإكسار الكلام في زلة لسان. اكتشفت أيضا بأنه بالحقيقة إذ أتكلم بعض الأحيان أنا أؤكد على أمور أصلا صارت بالسماء. واكتشفت أيضا بأنه ينبغي أن ضلني صلي لكي أرى الاستجابة إن كنت أتفق مع مشيئة الله. واكتشفت أيضا بأن بشخص الرسول بطرس هناك كلام كثير، لكن بعض الأحيان إيمان قليل، لكن حتى بهذا الإيمان القليل كان إعلان سماوي عن من هو يسوع المسيح، بأنه لم يجعل علاقته القريبة من الرب، وحتى حكيه الكثير وبعض الأحيان تقطيش يسوع يقطشه، يكون عم بيحكي يسوع هو يفوت على الحديث، بطرس بده يحكي يا أخي ما بيقدر، وبعض الأحيان كل شيء يعني كبطرس أنه يشكك حتى بكل أمر، لكن هذا لا يعني بأنه دائما عرف من هو يسوع. لم يجعل علاقته القريبة من الرب، مع أنه قال ها أن تركنا كل شيء وتبعناك، شو إجينا؟ وأنا عم بتخيل كانت عم تشتغل براسه كذا مرة كذا نهار هذه الكلمات لبطرس، أنه يا خي أنا كان عندي بزنس وماشي حالنا ومنبيع سمك الحمد لله، وعندي مرة وولاد، تبعت كيف؟ خلينا نشوف حالك. انت ما عندك مرة وولاد، وعندي مرة وولاد وبيت وكله تمام، انا تركت هدول كلهم وتبعتك، حقي انه اسالك شو اجاني. لاحظ بعض الاحيان هذا الرهان وهذه الجرأة ببطرس، انك توقف قدام الرب تقول له يا رب انا شو اجاني، وعندها صوت تسمع صوت الرب عم بيقول لك طلع فيه كل من ترك ابا اما اخا اختا زوجه اولادا بيوتا واراضي، بيوتا واراضي يرث 100 ضعف في هذا الزمان، 100 ضعف، 100 مره، اسمع 100 مرة، 100 فوا مش 100 بلس، 100 فوا، هل فهم علي؟ 100 ضعف مش 100 زائد، يعني دروب ب 100 مش تزيد عليا 100. سوري. مئة ضعف والحياة الأبدية. خلينا نقف في محضر الرب. يا رب الآن نريد أن ندرك هذا السلطان اللي أعطيتنا إياه كتلاميذ لألك. اسمعني شو بدي لك، لأن في إشياء الآن من خلال الرسول بطرس عليك أن تتعلمها من خلال هذا الرسول العظيم. بالحقيقة صحيح طيب القلب، الكتاب يقول أن طيب القلب يوفقه رب في كل شيء يفعله، قلبه طيب لكن بضل يحكي، متهور بالكلام بعض الأحيان، لكن اللي بقلبه عراس لسانه. يمكن علينا أن نتعلم أن لا نتهور بالكلام، لأنه بالكلام في حياة وموت. إنما الآن اسمعني جيدا أيضا، من خلال هذه الكلمات اللي حكيها بطرس تعلم أمور كثيرة، كان في أجوبة كثيرة
رينيها في الكتاب المقدس من خلال أنه كان في بطرس يسأل. الآن يا أحبائي مش إن هيك عليك أن تتعلم كيف تبني هذه العلاقة مع الله لعلاقة حميمة، لكن دائما تتذكر بأنه هو الله، بأنك تتجرأ تسأل أسئلة للرب رغم أنه تكون هذه الأسئلة باخة أو فيها يمكن كلمات ثقيلة بعض الأحيان، لكن تقول له يا رب أنا هيك عم فكر ساعدني، تقول له هيك أنا هيك عم فكر يا رب ساعدني، حررني من هالأفكار، خلصني الآن منها، شيلها من حياتي يا يسوع، أريد 100% يا رب مشيئتك، أريد 100% أنه أعرف يا سيد خطتك، أريد. وفي أشخاص يا أحبائي عايشي بضياع وتشويش ومش عارف شيء عن الرب ومش عارف شيء شو الرب بده إياها تعمل، وكل اللي بتعمله هي بتطلب بتقول صلولي، ما بتتعتى الهم أو ما بكلفها خطرة أنه هي تفوت لمحضر الرب وتقعد وتسأله أسئلة مثل ما كان يعمل بطرس. إذا بدك تعرف شو مشيئة الرب عليك أنك تقعد معه، ما بكفي تقول لحدا صليلي، ما بكفي تقول له لحدا صليلي، ما بكفي أنك تفتكر بأنه كل شيء تمام، أنه أنا هلأ تعبان ومش فهمين، ما علي ارحموني وصلولي، لا أسمعني شو بدي لك لين، عليك أنك أنت تدخل وتكون بمحضره وتحكيه. وبتعرف شو؟ مش رح تعرف معنى الراحة غير أن تفوت لجوة وتحكي معه، ورح تكتشف أنه هو رح يرد عليك. تعرف ليش؟ واحد من الآيات بالكتاب المقدس بيقول بإشعياء: تعالوا نتحاجج يقول الرب. عندك شيء؟ تعال نحكي. أنت إلك مني؟ لا أنا إلي منك. تعال نحكي أنا وياك، تعال نشوف مين إله من التاني، تعال شوف الحق مين. بدك تعرف؟ قرب، احكي معي. وعليك أنك تتعلم أيضا بطرس أنك تستخدم لسانك في الحل والربط، ليس أنك أنت تحل وتربط، لكن بالحقيقة أنت تؤكد على الأمور الموجودة أصلا في السماء، تؤكد على الأمور الأصلا موجودة في السماء. الآن ارفع يديك هيك واعلن إيمانك، شو الشيء اللي بدك إياه من الرب الآن وبتعرف أنه هو مشيئة الله لحياتك الآن؟ اسأله عنه هلأ، اسأله عنه، قل له يا رب شو صار بهذا الموضوع، يا رب الآن تعالى احكيني عن هذه المسائل، ساعدني، فهمني يا رب فأفهم، فهمني يا رب فأفهم، يا رب أريد أن أكون صادق معك في حياتي، صادق معك، مش متدين، مش من الأشخاص تقول أمين لكن مش فاهمي، أريد أن أكون يا رب شخص فاهم يا سيد. نعم بعض أحيان بدون أمين على الغايب من دون ما أفهم، بعض أحيان بدي أعمل شيء بدون ما أفهم فقط لأن أنت قلت، لكن يا سيد أريد أنك تفهمني بعض الأمور بحياتي. أوه هللويا. والآن أعلن، بلش علون الآن، ماذا تريد أن يحدث هون على الأرض؟ أعلن هذه المشيئة بالسماء. مشيئة الله بالسماء هي شفاء كامل، مشيئة الله في السماء هي خلاص كلي، مشيئة الله في السماء هي ازدهار في كل ما تفعله ونجاح في كل ما تفعله، كل ما تفعله ينجح، هيك بقول الكتاب المقدس. مشيئة الله في السماء هي فرح، بر وسلام، لأن هذا هو ملكوت الله، فرح بر وسلام. إن ملكوت الله ليس أكل وشرب، إن ملكوت الله هو فرح بر وسلام، وها إن ملكوت الله في داخلكم. إذن فرح بر وسلام في داخل كل واحد منا الآن، أعلن هيك إني أعظمك يا يسوع. نعم أريد هذه الحياة الفياضة اللي أنت حكيتني عنها يا سيد باسم الرب يسوع، صلي بروح القدس جميعا الآن يا أحبائي. هللويا هللويا، نعظمك يا رب، نعظمك، نشكرك. هللويا. كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أجسو لك، لك وحدك للأبد
أنا لك كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أسو لك لك وحدك للأبد، أنا لك للأبد، أنا لك للأبد، أنا. هللويا هللويا هللويا، مجدا لك يا سيد، مجدا لك يا رب. أنا بشكرك يا رب حبيبي من أجل حضورك اليوم، بنحن يا رب أمامك الآن. لك تعال حبيبي يسوع، أنت أملك على كنيستك وعلى شعبك. ما تجعل يا رب أنه علاقتنا فيك تصير علاقة ميتة، أو أنه نتعود عليك يا سيد لكي نملك. نعم يا أحبائي، هيك صار بالعهد القديم. الكتاب المقدس بيقول أنه الله نظر إلى شعبه وقال له أنت عم بتملني الآن، زهقتني. قال يا رب ما بدي يصير فيي هيك، ما بدي يوصل وقت أنه أنا أزهقك وعلاقتي فيك تصير يا رب علاقة ما ألا طعمة ولا ريحة ما ألا لون. ما بدي يا رب تتحول علاقتي فيك يا سيدة تدين. ما بدي يا رب، ما بدي أخسر يا رب أو أخذها باستخفاف. ما أعمل لها أي قيمة يا رب، ما أعمل قيمة لحضورك، ما أعمل قيمة لهذه العلاقة معك، ما بدي أخذها باستخفاف. لكن أنا أدرك يا رب وأسمن هذه العلاقة معك، وأنا عارف أنت مين يا رب. لا أريد أن أحيا قربك دون أن أدرك من أنت باسم المسيح. لأن إذا أنت شخص في هذه القاعة موجود اليوم، قبل ما أنه نشارك مع بعض بمائدة الرب، خليني أقول لك أنه مائدة الرب هي للأشخاص المولودين ولادة جديدة. وإذا أنت موجود في هذه القاعة بمعنى آخر، الأشخاص اللي بيعرفوا مختبرين الرب يسوع بحياتهم وبيعرفوا بأنه هن عندهم علاقة مع يسوع وهن مولودين ولادة جديدة، وبيسألهم سؤال إذا أنت مت، بيقول لي أنا طالع لعند يسوع لأنه بعرف أنه فدي.